السلام عليكم الاخوان، كي داير؟ بخير، يعني نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. هو صحه جيده وفيديو جديد ان شاء الله. اليوم سيدي نهضروا في الموضوع ديال نهضركم في قانون الشغل. قانون الشغل الاخوان المفصوليه، علاقه ما بين رب العمل ولا بين مول الشركه ولا المشغلين والخدامه. القانون كاير، القانون بصفة عامة، شنو كيفاش القانون؟ قانون الشغل كاير هنايا. انت مثلا كتمشي تخدم، كتدخل تخدم، كيداير نوع الكونترات، كيداير واش كيرسموك واش ما كيرسموكش. كاين واحد القضية هنا اللي كت في اوروبا كلها كنظن، ملي كتدخل ابتداء من النهار اللي كتدخل كيبقى يتحسب لك ذاك النهار. مثلا احنا اليوم 18 يوليوز 3، اليوم 3، اليوم بديت تخدم، ياك يا اخوان؟ ابتداء من اليوم غادي يتحسب لك راك خدام مع السيد. كاين ديك لاريبيك، ما كاينش ديك ديال تخدم شهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور ولا عام ولا عامين ولا 10 سنين وما كاين ديك لاريبيك، ما يعطيك ما كيخلص عليك حتى حاجه. هذا الشيء ما كاينش يا اخوان. النهار اللي كتبقى انا النهار اللي بديت نخدم من تما وراك يخلصوا عليا الضرائب، كيخلصوا عليا جميع الواجبات، كيخلصوا عليا لا روتريت، كيخلصوا عليا لاسيرونس. ماشي لاسيرونس، ما كاينش لاسيرونس هنايا، ملي كتكون خدام كيخلصوا عليك داكشي ديال السبيطار، ولكن انت كتمشي السبيطار ديال الدوله، ما كتمشيش للبريفي. عاد كاين داك السبيطار ديال، عاد كاين اسيرونس بريفي خاص، الا بغيتي دير اسيرونس ميديكال، اسيرونس ديال السبيطار، تمشي للسبيطار الكلينيكات الكلينيك. هادشي اللي كاين الاخوان، ما كاينش ديك لا تسنى تمشي تخدم الشهر الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وما كيخلص عليك حتى ريال خدام، تيحرج عليك ومفطاع عليه هو مع راسو، خدام كيجمع الفلوس مع راسو. اخوان غادي نقلب، ما كاينش ديك ديال ياكل لك رزقك، لا. هنا القانون صارعهم، هما كيخافوا من القانون والقانون كيطبق، وهذا الشيء اللي كاين. والناس كتخاف من القانون، الناس كتخاف من القانون، هذا الشيء كيخافوا من البروسيات. هذا الشيء حيت الا حصل ياكل العصا، حيت الا حصل ياكل العصا. الا ديكلاريتي بيه مثلا انت عندك 5 شهور ولا 6 شهور وما كيديكلاريش بيه، ديكلاري يضربوه بروسي ويخلص عليك كاع ديك الواجبات. هنا كي داير دابا انت ملي كتبدا تدخل تخدم اش كيديروا لك؟ غالبا كيعطيوك كتسني كونترا ديال 3 شهور، كتوقع عقد عمل ديال 3 شهور. علاش 3 شهور؟ عنده حق يدير لك يخدمك على 3 شهور ويقول لك الله يعاونك، هذا عنده حق. قانون الشغل هوك في اسبانيا. الا كان باقا مازال ما متاكدش منك عايزيدك، مازال ما متاكدش واش انت تكون داك داك العامل اللي هو باغي. هنا راه باقي بين قوسين، باقي ما متاكدش كيفاش انت كيزيدك ديك 6 شهور. ديك 6 شهور الا انت ما درتي والو ولا ما جبتيش الله يعاونك، ديك الساعه يجري عليك، والا راك غترسم. كنتي كابابل، كنتي واعر، هذا هذيك 3 شهور غيرسمك، دوز 3 شهور ارسمك. مثلا انت مشيتي تخدم صباغ، ياك مشيتي تخدم مع صباغ عطا قال لك يلاه زيدي بديت تخدم، صافي راه شافك راك واعر كطير في الصباغه، صافي ديك الساعه ارسمك. مور ديك 3 شهور ارسمك، كنتي راه شويه مازال ما متاكدش وراه هادي هادي، يزيدك واحد المده. من بعد الى اكدتي له بالله راك انت واعر، صافي راك مرسم. نفس الشيء كنتي مشيتي شي شركه مثلا كيديروك 3 شهور كونترا ديال 3 شهور، شافوك تاني راك واعر، صافي من ديك 3 شهور كيرسمك، راه كيرسمك. هادشي اللي كيكون، هادشي اللي كاين. ولكن هذا ما كيعنيش ان جميع الكونترات فيها 3 شهور، لا، كاين كونترا اللي فيها شهر، كاين كونترا اللي فيها شهرين، كاين كونترا اللي فيها سيمانه، كاين كونترا فيها عرار، تقدر تكون فيها جوج سوايع ولا ثلاثة سوايع. ماشي هادشي، كاين انواع كثيره ديال عقود العمل. مثلا عقد عمل مثلا اللي حتى تمشي مثلا دير تخدم لشي شركه مثلا سيمانه ولا هادي ولا جوج سيمانات، ماشي بحال راه كاين، راه كيما كتعرف راكم عارف الاخوان، ما كنهضرش هو فاهم مني، حيت الخدمه راه ماشي بحال بحال. كاين واحد اللي باغي مثلا خدام لمده اسبوع لا غير، ها هو المشكل اللي كاين الاخوان. ومثلا الفنادق المطاعم، سمحوا لي، الريستورات، ماشي كي اش كيكون كيديروا السوايع اضافيه.
اش كيعني هذا الشيء؟ هاد السوايع الاضافيه ملي كديرهم حتى هما ما خصهمش يديروهم خارج على القانون. علاش كيديروهم؟ حيت محتاج، حيت مول الريستو محتاج، محتاج للخدام، حيت كيخدموا سوايع طويله، سوايع بزاف، محتاج للخدام. داكشي علاش كيديروا السوايع، هي ممنوعه اون نوار، تخدم اون نوار ممنوع هنايا. علاش؟ حيت الدوله ما كتستافدش منك من الضريبه، انت ما كتخلصش الضريبه، واللي مخدمك ما كيخلصش الضريبه، راه كي هو كيربح الفلوس اون نوار، وانت كتخدم كتربح الفلوس اون نوار. هادشي اللي كاين على الاخوان. هو حاجه اخرى، حتى مثلا بديتي كتخدم ياك ورسمك وقع شي مشكل، رسمك وقع شي مشكل مثلا حبسك، عطاك تعويضات، عطاك تعويضات، راه ما تخرجش ما كاينش، عطاك تعويضات. هنا اش كاين دابا المشكل اللي وقع؟ هو انه شحال هذه كانت مثلا الا خدمتي عام وحبسوك من الخدمه كيعطيك 45 يوم ديال التعويضات. اش داروا ملي ربحوا في انتخابات اليمين؟ راكم عارفين من تسمعوا اليمين راه ضد الطبقه العامله ديما كيكونوا هادو. اش داروا؟ قال لك اسيدي باش يحلوا الازمه الاقتصاديه، هذيك الازمه الاقتصاديه هنا والماليه وديال البني اللي بدات في 2008 في اسبانيا، اليمين هذا الحزب الشعبي ملي ربح في الانتخابات قال لهم حنا نحلوا المشكل ديال الازمه، ما تبقاش الازمه الاقتصاديه، باش تغيير قانون الشغل. اش داروا؟ دخلوا واحد البند جديد، هو انه رب العمل ممكن يحبس الخدام من بعد 20 يوم، في 20 يوم ممكن يعطيه تعويض، اسمحوا لي يعطيه تقلبت التعويضات في العوض، ما تعطيه 45 يوم في العام، ها 20 يوم. دابا انا مثلا حبسوني من الخدمه، هذيك التعويضات دابا هاد السنوات كامله وانا معاهم، راه ما يعطيونيش 45 عام 45 يوم في العام، لا يعطوني 20 يوم في العام ديال التعويضات. مثلا تخدمتي 16 سنه ولا 17 سنه، وحسب وحسب كل عام 20 يوم. هادشي اللي كاين الاخوان، هادي شحال كانت 45 يوم كانوا بحق الخدامه في الطحين، كانت لحبسوك عام راه ضامن خمسه، يعني شهر و اونص ديال التعويضات. الا كنتي مثلا كضرب 1000 اورو عطاك 1500 اورو تعويض. هادشي دابا ما بقاش، هادشي ما بقاش دابا والله الا يلا 20 يوم، ومازال باغيين يديروا، باغيين يديروا شي قوانين جديده اللي باغي صعبوا. ودابا خرج هاد الحكومه الاشتراكيه خرج واحد البند في القانون ديال الشغل، انه بحال دابا اليوم، اليوم كاين درجه الحراره مرتفعه راه 36 ولا 37. اش داروا؟ داروا قال لك العامل اللي كيخدم في الزنقه، الزنقه اش كتعني؟ كتخدم مثلا في الفلاحه برا، ولا كتخدم كتصاوب الطريق، ولا المهم كتخدم برا لا جاردينيه، ولا عندك حق انك من كيوصل واحد الساعه مثلا درجه الحراره من كترتفع عندك حق تحبس، تمشي للظل ولا تحبس. وبدلوا لهم الوقت، دابا بدلوا لهم الوقت، ما بقاوش كيخدموا ذاك الوقت اللي درجه الحراره كتكون مرتفعه ما كيخدموش، ولاو كيبداو مع 6 الصباح كتصل ما عرفش شحال الوحده ولا الجوج ولا هذه كيمشيو بحال، ولا الثلاثه ولا هذه كيحبسهم الخدمه. هذه من الايجابيات ديال قوانين الشغل اللي كاين هنا الاخوان، اللي كاين اللي كتحكم ما بين المشغل والخدامه ديالو. اللي صراحة اللي كاين الحاجة الزوينة هنايا هو أنه كتكون خدام بزاف د الحوايج كتضمنهم، كتضمنهم شناهوما؟ هما لا روتريت راك ضامنو، وحقوق ديالك مثلا إلا حبسوك راه غتمشي للشوماج. مثلا خدمتي عام راه عندك شحال من شهر، ما عارف شحال الإخوان بالضبط شحال، ما نقدرش نكذب عليكم. ملي خرجتي مثلا انت 4 سنين ولا 10 سنين ولا 15 عام وانت كتخدم، ياك منعت تخرج يعني راك ضامن عندك عام وشي حاجه ديال الشوماج. هذه الحاجه الايجابيه هنايا، ضروري الشوماج غتشدو سي او سي كما تيقولوا هما الصبليون، الشوماج غادي تشدو. كتخدم واحد ما عرفتش شحال من عام كتخرج، ولكن ماشي الشوماج افي، الشوماج عندك عام وربع شهور، يمكن 16 شهر عندك عام وربع شهور، هذه الماكسيموم. هذه شحال كانت عامين كما قلت لكم، حنا كنرجعوا للانتخابات، هذا الحزب اليميني ملي ربح في الانتخابات غير كاع هذيك القوانين الجديده اللي دار ضد العمال. كانت التعويضات 45 ردوها 20 يوم، كانت الشوماج عامين ردوها عام وربع شهور، وباقا باغيين يزيدوا كراطيو. دابا باغيين يرجعوا لا روتريت حتى 67 عام، 67 عام انت كتحرط،
حتى ما تبقاش تزيد تدير العكاز وانت باقي خدام. هادشي اللي باغي نديرو قالك. هادشي هي الايجابيات الاخوان ديال بصفه عامه هضرت لكم انا. وما كاين بيان سير كاين طبيعه الحال كاين ديطاي كاين اللي ما نقدرش نهضر في كل شيء. هو وانه ملي كتكون خدام ضروري كتخدم بعقد عمل وكيخلصوا عليك الحقوق ديال القوانين اللي الحقوق اللي كيضمنها لك القانون. قانون الشغل الاسباني منها لا روتريت لا روتريت يعني التقاعد منها لاسيرونس ميديكال داك والشوماج هاد الحوايج الرئيسيه اللي الشوماج التقاعد وداكشي ديال التطبيب وداكشي الرعايه الاجتماعيه. وانا الاخوان صالي هنا الفيديو سالينا كاين واحد الحراره اليوم بحال عاد كنحسو بالصيف كي دخلت هنا غادا قال لك غتوصل 40 41 42 هو هذا الاخوان. نحبس الفيديو شكرا لكم تهلاو فراسكم و